يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د هلال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو او خوشاله یو چې یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې د عربي ژب لوست په خپرونه کې حاضر یو. ان شاء الله ګرانو زده کوونکو، نن بیا یو ځل بیا په کتاب العربیه بین یدیک الجزء الاول الوحده الثانیه عشره الدرس الثانی وسبعون ورقم صفحه 275 215 اویا نمبر صفحه دو اویوم درس تولسمه وحده لملای ټوک العربیه بین یدیک. ان شاء الله ګرانو زده کوونکو 215 اویا نمبر صفحه بنن پیلو. البته ګرانو زده کوونکو، راځو په تیر درس باندې یو مرور کو چې په تیر خبرونه کې موږ کوم درس ویلو. په تیر خبرونه کې ګرانو زده کوونکو په 202 اویا نمبر صفحه کې موږ الکلام تر عنوان لاندې لمړی تمرین پای ته رسولی و، همداراز دویم تمرین او په 203 اویا نمبر صفحه کې دریم تمرین او همداراز څلورم او پنځم تمرین او په 204 اویا نمبر صفحه کې شپږم تمرین چې تبادل وصف الصور مع زميلك او همداراز التدريب السابع وم تمرين واجب عن الاسئله التاليه زني پختنی وه غته مسوبونه ورکول. نن ان شاء الله ګرانو زده کوونکو 215 اویا نمبر صفحه پیلو، هله دا خبرونه تر پایله موږ سره تعقیب کړئ. الوحده الثانيه عشره دول سما وحده الدرس الثاني والسبعون دو اویا وم درس القراءه والكتابه. القراءه لوست والكتابة ليك. أولا لمري القراءة لوست. التدريب الأول لمري تمرين اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. اقرأ الفقرة فقرة والولا ثم أجب يا زوابرك عن الأسئلة بختنو لرا. كرانوز داكوون كتاس أغوري منسر تشجلتا يو فقرة دا. شريف طالب في الجامعة وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا، هو يدرس الهندسة وهي تدرس الطب. شريف لديه هوايات كثيرة، هو يحب السفر والمراسلة والقراءة، وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا، هي تحب القراءة والصحافة. شريف شريف چې دی طالب محصل في الجامعة پوهنتون کې، وأخته او د هغه خور زینب چې زینب نومیږي طالبة محصلة ده في الجامعة په پوهنتون کې أيضا همدارس، هو يدرس الهندسة هغه انجنيري لولي، وهي تدرس الطب او هغه نجلۍ طب لولي. شريف شريف چې دی لديه لري هوايات كثيرة ډېر زیات هوايات، هو يحب السفر هغه سفر خوښوي، والمراسلة أو پیغام استونا والقراءة أو لوست. وزينب أو زينب چدا لديها هغلري هوايات كثيرة أيضا همدار زياد هوايات، هي تحب القراءة هغا لوس وخبي والصحافة أو جورناليزم. اوز گرانو زكوون کو پینزه پختنی دي. أين يدرس شريف؟ موجي في الجامعة. گوري شريف طالب في الجامعة. في أي كلية يدرس؟ كلية الهندسة. ما هواياته؟ السفر والمراسلة والقراءة. في أي كلية تدرس زينب؟ في الطب. ما هوايتها؟ القراءة والصحافة. لدي بختون زوابون التا شتون لدي قوري قرانو زدكوون كو كلا هم چه مثلا الترازي يو بختنا چه شريف طالب في الجامعة، صحيح شو؟ شريف طالب في الجامعة، كولا شي بختنا جوراكي. من هو طالب؟ صحيح شو؟ أين هو طالب؟ صحيح شو؟ نمونغويتش من هو طالب شريف؟ وأين هو طالب في الجامعة؟ غوري غرانوزا كونكو.
شریف ما تاسو مخ کیول چې کله هم د دې په ځای باندې تاسو کوي من راوړي کله تاسو غواړي چې اسم څه کې دلته پټ کړي من هو طالب من هو طالب شریف و اين هو طالب في الجامعه د اسم ولا شيء چې هل شریف طالب في الجامعه ايا شریف په هنتون کې محصل دی نعم هو طالب صرف وصف تکول شي نعم جواب څه ورک ان شاء الله ګرانو زکوونکو په دې باندې پوه شئ واستئ چې تاسو سؤال او جواب د فقره څخه په کوم قسم باید واخلي التدريب الثاني دویم تمرین اقرا الفقره فقره الاولى ثم اجب بازوابك عن الاسئله پوښتنو لره احمد صديق سعيد احمد يدرس في كليه التربيه وسعيد يدرس في كليه الطيران احمد يسكن في القريه وسعيد يسكن في المدينه يذهب احمد الى الجامعه بالحافله ويذهب سعيد بالسياره يدرس احمد في الاسبوع 20 ساعه ويدرس سعيد في الاسبوع 30 ساعه احمد يحب قراءه الكتب والمجلات والصحف وسعيد يحب السفر والمراسله احمد شدي صديق سعيد ده سعيد ملغرادي احمد شدي يدرس درس الولي زدكرا كوي في كليه التربيه للتربيه ببوهنزيك وسعيد او سعيد شدي يدرس زدكرا كوي في كليه الطيران ده الوطني ببوهنزيك بيلوتي شي منغورتوي احمد شدي يسكن اوسيغي في القريه بكليك وسعيد او سعيد شد يسكن اوسيغي في المدينه بخارك يذهب احمد زي احمد الى الجامعه بهنتونتا بالحافله ببسكي ويذهب او زي سعيد بالسياره بموترك يدرس ذكر كبي درس ولي احمد في الاسبوع بونيك يا هفتكي 20 ساعه شل ساعه ويدرس او ذكر كوي درس وي سعيد في الاسبوع بونيكي په هفته کې 30 ساعه دیر ساعت احمد چده يحب خوخوي قراءه الكتب د کتابونو لوست والمجلات او د مجلو لوست والصحف او د صحفو لوست وسعيد او سعيد چده يحب خوخوي السفر والمراسله او يوبلت پیغام استونه نو زده کوونکو که تاسو وګورئ لاندې موږ سره یولس پوښتنې دي دی پوښتنو ته باید څه ورکو موږ ځوابونه ورکو مثلا د همدې څخه د دې فقرې څخه باید موږ څه وکړو دا وباسو فقره کې څه ویول من صديق سعيد د سعيد ملګری څوک دی احمد ماذا يدرس احمد څه لولي صحیح شو يدرس التربيه ماذا يدرس سعيد سلولي يدرس الطيران أين يسكن أحمد شرط أوسيجي في القرية بقريك أين يسكن سعيد شرط أوسيجي في المدينة بخارك كيف يذهب أحمد إلى الجامعة أحمد بهن تنتا تسنجزي بالحافلة ببسك كيف يذهب سعيد إلى الجامعة سعيد بوهنتون ده بسكيسي بالسيارة وموتركي كم ساعة يدرس أحمد في الأسبوع أحمد بوهنية بأفتكي تورزي درس واي سو ساعة 20 ساعة شر ساعة كم ساعة يدرس سعيد في الأسبوع سعيد بوهنيكي سو ساعة درس ولي 30 ساعة دير ساعة ما هواية أحمد قراءة الكتب والمجلات والصحف ما هواية سعيد السفر والمراسلة لفقري زخه ګرانو زکونکو په 215 آیه نمبر صفحه کې په کم قسم باندې تاسو څه وکړو س
سوالونو تم ځوابونه پیدا کړ خپل پکښته کیدې چې تاسو سوالونه مخکې روستم شي خو چې کله په فقره باندې تاسو پوه شئ به په ځواب مکمل پوهیدئ شي 200 اویا نمبر صفحه ته غوڼو ځکونکو راځو التدريب الثالث دریم تمرین صل بين السؤال والجواب المناسب صل په وسکه ونخلوه بين السؤال د سؤال ترمنز والجواب المناسب او د مناسب ځواب ترمنز غوڼو ځکونکو که تاسو وګورئ دلته موږ سره ځینې پوښتنې دي او ځوابونه هم شتون لري زه درته یو ورې دا پوښتنې مکمل لولم چې تاسو پر باندې پوه شئ ماذا تقرا الان ته اوس ولولي ما هوايتك يا عثمان ستا هوايت څه ده اي عثمانه اي جمعيه تختار يا سفيان کوم ټولګی کومه ډله ته انتخابوي اي سفيانه هل تحب الخط العربي اي عربي خط خوښوي كم ساعه تقرا في اليوم ته په ورځ کې څو ساعته لوست کوي هل هذا جناح الصحافه آیا دا د جورنالیزم طرف دی؟ هل تفضل الفروسیه؟ آیا ته بزکشي برتره ګڼې؟ هل زرت معرض الكتاب؟ آیا د کتاب نندرتون ته ورغلی وې یا د کتنه ورڅخه کړې وه؟ هل تحب الرياضه؟ آیا ته سپورت خوښوې؟ دا په دې قائمه کې دي. دې خو وګورئ، اقرا 6 ساعات، زه 6 ساعته لوست کوم. اختار جمعيه الصحافه، زه د جورنالیزم دل خوخوم. اقرأ القرآن، زه قرآن لولم. نعم وزرته، ما لدنا ورزخه کړي. هوايتي الفروسيه، زما هوايت چې ده هغه بزکشي ده. نعم واحبها، خوخوم یې. نعم واحب الخط العربي، عربي خط خوخوم. لا نه، هذا جناح الطوابع، دا د سټیکرو طرف دی. نعم الفروسيه هوايتي، بزکشي زما هوايه ده. کوس وګورو، اول د جیم سره، دویم د ها سره، دریم د با سره، څلورم د زای سره، پنځم د الف سره، شپږم د ح سره، اووم د تا سره، اتم د دال سره، او نهم د واو سره. څه کې ګرانو زده کوونکو مناسب راسي انشاءالله. ګرانو زده کوونکو په دې پوه شوي یاست چې تاسو سؤال څنګه د ځواب سره وصلوي او په کوم قسم تاسو کولی شئ چې پوښتنه د ځواب سره وصل کړي. هلته پوښتنه کې خامخا څه موجود وي، انشاءالله په دې باندې به پوه شوي یاستئ. ګرانو زده کوونکو انشاءالله په دې به پوه شوي یاستئ، څه مشکل پکې نه وي، لنډه دمه لرو انشاءالله. ګرانو زده کوونکو پس دې لنډې دمې بېرته راګرځو، خپرونه جریان لري. عربيه قلبي وروحي احرفي ولساني.